استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما المسارات التنموية التي تتبناها الحكومة وعلى وجه الخصوص في شقيها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين سموهما ضرورة المضي قدما في خطوات التنمية الاقتصادية والعمل على مضاعفتها من خلال البناء على ما تم إنجازه في هذا الجانب والاستفادة من التجارب السابقة وتطويرها على الصعيد الإجرائي والتشريعي. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى التسهيلات المقدمة لقطاع الاستثمار والأعمال في سياق سياسة السوق المفتوح. وأكد سموهما في هذا الصدد أن سوق البحرين قادرة على احتضان المزيد من الاستثمارات العالمية في إطار البنية التشريعية والاقتصادية والاستثمارية المتينة والحرص الحكومي على مراجعتها بشكل مستمر من أجل تطويرها لتدعم قطاع الاستثمار.